أخبار الخامسة والنصف وفيها بعد لحظات. مع اقتراب شهر رمضان وفرة في الانتاج ومخاوف من الاحتكار والتلاعب بالأسعار. في قفصة وحدة لقيس التلوث الهوائي بالغازات الكيميائية لرصد النقاط السوداء والتقليص من خطورتها. صفاقس تستعد لرسم خريطة سياحية تثمن المدينة الاحتضان تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم. أياما قليلة قبل أن يحل شهر رمضان المعظم تتواصل في مختلف الجهات الاستعدادات لتوفير كل المستلزمات بالأسواق من مواد استهلاكية وفنابل على سبيل الذكر لا الحصر. تتكثف الجهود من أجل تفادي أي نقص. تتسارع الأيام والساعات نحو الشهر الفضيل رمضان وسط تخوف من عدم وفرة المنتوجات الفلاحية سيما الخضر الورقية والبطاطا وارتفاع المشط لأسعارها، لكن الوطن القبلي يبدو قد استعد على أحسن وجه لهذا الشهر الكريم بتوفير كل مستلزمات رمضان. الانتاج مش يكون متنوع ومتوفر بالكمية الكافية، وبالتالي ما ثم حتى إشكال رغم اللهفة اللي نعرفوها في الأسبوع الأول من شهر رمضان. كل شيء مش يكون متوفر، خاصة الخضر الورقي ومادة المعدنوس خلف الغلال اللي معناها تكون زاد حاضر على غرار الفراول ونسبة ضعيفة، معناها يخلط شهر رمضان، ثم المشمش، ثم اللوز الأخضر، ثم الخوخ، ثم العوينة، هذول انتاج بدري مش يكون في حدود 2000 طرنات. الوطن القبلي أحد أقطاب زراعة الخضر الورقية، استعد لرمضان بحوالي 300 هكتار من الخضر الورقية أغلبها من معتمدية سليمان، هذا إضافة إلى عديد أنواع الخضر والغلال الأخرى. الفجل الخطر هو توك في السخانة 21 يوم يحضر، توك عندي معناتها قبل رمضان بنهار يبدأ يطيح. أما فيما يخص البطاطا ستكون ولاية نابل المعوضة رقم واحد للمناطق المنتجة لهذه النبتة لكثافة وفرتها. مش يجي رمضان في أوج الموسم تاع الفصلي والبطاطا حاضرة، معناها بدأت العباد تقلع فيها، الأسواق ملائمة جدا. ثم زاد كذلك الأنواع الأخرى، الفلفل، الطماطم، الطماطم زاد عندنا مساحات مش تكون جاهزة خلف الغلال اللي معناها تكون زاد حاضر على غرار الفراول ونسبة ضعيفة، معناها يخلط شهر رمضان، ثم المش مش ثم اللوز الأخضر، ثم الخوخ، ثم العوينة. توفرت المنتوجات الفلاحية مما لا يدع مجالا للتخوف من ندرتها، لكن تبقى مسألة التلاعب بالأسعار واستغلال شهر البركات للاحتكار والمضاربة الهاجس الأول لكل المواطنين. أصناف جديدة من البذور أثبتت التجارب الزراعية أنها تتلائم ومناخ جهة الكاف، هذه البذور قد تسهم في تحسين مردودية الانتاج الفلاحي بالجهة. هذا اليوم الحقلي كان مناسبة لتقديم أصناف جديدة من البذور التي أثبتت التجارب الحقلية مردوديتها وتلاؤمها مع مناخ الجهة وقدرتها على مقاومة الأفات. نحن اليوم في زيارة حقلية لعديد ضيعات بجهة قبلات، اللي لاحظناه في الأصناف هذه الأصناف عاطية معناها نتيجة هائلة، الأصناف معناها لاحظنا اللي كاملة في النمو متاعها، البذرة معناها معبية بتمامها كمالها. وتضمن هذا اليوم شهادات لعدد من الفلاحين حول عدد من أصناف البذور سواء الحبوب أو الأعلاف، حيث أكدوا أن هذه الأصناف أثبتت جدواها خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي اعتمدوها خلالها. بذور ممتازة برشا، عطت روندمون طيب برشا، وعودنا زرعنا منها العام ضايا وثنا عندها نتائج كبيره برشا بالرغم السيكل نتاعها طويل بخير من برشا اصناف اخرى. خصوص الكاريوكا يقاوم المرض، ما هو شكل الشتله المراضه وانت والعوامل الطبيعيه. شركه تكييف البذور ووكاله الارشاد الفلاحي بقبلات اكدت انها توصلت الى نتائج مشجعه اثر الزيارات الحقليه التي تم القيام بها الى عدد من المستغلات الفلاحية. لاحظنا اللي الفاريتي هذه عندهم معناها انتاجية كبيرة، كذلك عندهم طاقة تحمل كبيرة متاع أمراض، يتماشوا مع خاصة المناخ الشبه جاف متاع منطقة قبلات. أصناف جديدة من البذور يأمل الفلاحون أن تسهم في تحسين المردودية والضغط على تكاليف الانتاج بالنظر إلى ما توصلت إليه التجارب الحقلية من نتائج.
انطلقت منذ قليل بالقاعة الرياضية الأولمبية برادس فعاليات المؤتمر العاشر لحركة النهضة الذي يتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم، ويحضر حفل الافتتاح الذي تأتيكم منه هذه الصور عديد الشخصيات والقادة السياسيين من داخل تونس وخارجها. مؤتمر تقول قيادات الحركة أنه سيحسم في الإشكالات التي ظلت عالقة منذ 3 عقود، بداية بهويتها الفكرية وصولا إلى نمط التنظيم الملائم لحزب سياسي علني، إضافة إلى تموقعها السياسي وتقييم تحالفاتها في المرحلة الراهنة. وسيتمخض عن المؤتمر انتخاب رئيس المؤتمر وعرض التقريرين المالي والأدبي والمصادقة على القانون الأساسي وعلى اللوائح 7 قبل انتخاب رئيس للحركة ومجلس للشورى، إلى جانب انتخاب الهيئات العليا للحركة التي ينص عليها النظام الأساسي. اختتمت اليوم بجابس أشغال والدورة التكوينية حول جراحة الحروب، وتركز الاهتمام في هذه الدورة التكوينية التي ترمي إلى تعزيز قدرات الإطارات الطبية في مجال جراحة الحروب على عديد المسائل التي من ضمنها كيفية التعامل مع الجرحى خلال النزاعات المسلحة. احتضنت مدينة جابس على امتداد 3 أيام ندوة تكوينية حول جراحة الحروب، ندوة شارك فيها العديد من الجراحين من ولاية الوسط والجنوب، وتم التطرق فيها إلى مسائل طبية عديدة. تنمية مهارات الإطارات الطبية في مجال جراحة اللي يعبروا عليها هما جراحة الحروب. الوضعيات هذه تكررت عنا معناها السنين الأخيرة، ولقينا معناها عنا شوية مشاكل في دراية بالنوع الجرحى هذوما اللي ما كانش عنا، وثانيا في نوعية تنظيم معناها العمل جراء تقبل معناها عدد كبير خاصة من الجرحى هذوما. انتريه دو سيمينار دو شيروجيان لوكو تونيزيان. النوع التكوينية التي تجمع الجراحين التونسيين مهمة جدا، والهدف منها هو تعزيز قدرات الإطارات الطبية في مجال الجراحة أثناء الحروب، خاصة على مستوى كيفية التعامل مع الجرحى خلال النزاعات المسلحة. كما ساهمت الندوة في إطلاع الجراحين المشاركين على التجارب العالمية والبروتوكولات الدولية في مجال علاج جرحى الحروب. عدد من المشاركين في هذه الدورة التكوينية أكدوا على فائدتها وتحدثوا عن الإضافة الحاصلة لهم. الدورة التكوينية هذه تخلينا مرتها نتمكن ومرتها ونفهم الحاجات الجانب التطبيقي، اخترتوا الجانب النظري ما ثمش مشكل، الناس كلها نجم تقرأ، الناس كلها نجم تطلع، لكن على مستوى التطبيق ثم فرق بين النظري والتطبيق. معناتها وقت اللي تصير دورات من نوع هذا وفي حاجات أفلام نشوفوا حاجات معناتها على عين المكان. الورشة التكوينية حول جراحة الحروب نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغاية تعزيز قدرات الإطارات الصحية في جراحة الحروب. رسالة مفادها أن تونس أرض سلام ولا مكان فيها للحقد أو الإجرام، نقلها عدد من الأطفال بجزيرة جربة للأمنيين لدى زيارتهم ومشاركتهم تحية العلم في مبادرة توطد العلاقة بين رجل الأمن والمواطن. إلى منطقة الأمن الوطني بجربة تحول أطفال إحدى رياض الأطفال بمدينة حمص السوق في مبادرة تضمنت مشاركة قوات الأمن الداخلية تحية العلم الوطني المفدى. حبينا نجوا نعملوا قدم تحية العلم بالمنطقة إقليم جربة حمص السوق، دونك لترسيخ الهوية التونسية في أذهان الأطفال لمحبة الوطن. رجال الغد الأطفال هضامة، دونك يلزم تترسخ فيهم الوطنية من الصغرى. هذه المبادرة التي طبعت فعالياتها البراءة والعفوية حملت بحسب منظمها رسائل مودة وحب ودلائل عطف وأخوة بين الأمنيين وهؤلاء الأطفال وأوليائهم. هذا مساج حبينا نعملوه لهضوم الأطفال، راهم أولادنا، راه قوة الأمن إخوتنا، رانا حاملي الزي وغير حاملي الزي، رانا إخوة ورانا نتعاملوا مع بعضنا، وهذوما أولاد هم ويجوا بحذاهم أتومومو. نحبينهم هم الجيل يكون جيل يحب وطنهم، يدافع على وطنهم. دقائق معدودات تواصلت هذه الزيارة، لكن ما ترتب عنها سيبقى راسخا لسنين عديدة في أذهان هؤلاء الأطفال.
جد صباح اليوم حريق هائل بمصنع الملابس المستعملة كان بالمنطقة الصناعية بحي تطاوين الجديدة دون تسجيل إصابات في صفوف العمال الذين بادروا بمقاومة ألسنة اللهب في انتظار وصول شاحنات الحماية المدنية. وأتى الحريق على مخزن كبير يحتوي على كميات كبيرة من الملابس القديمة المعدة للرحي. الماكينة اللي ترحي ماكينة الواحد خاطر فيها القماش، فيها القماش، القماش يعمل الواحد تولي تعمل النار مع الريح، مع قوة الريح قوة أخصائي مادية فقط تكون مثل ما حد شيء. فماش إصابات فيكم؟ لا هذا ما سجلنا حتى إصابة في الصفوف الخدامة حتى إصابة. الإشكاليات اللي لقيناها على عين المكان هو نقص في وسائل السلامة للمؤسسة، خاصة في حنفيات مياه الأدفاء والعمود الأدفاء اللي هو ضعيف، إضافة إلى أن كمية المياه الضعيفة اللي موجودة في تطاوين خاصة في فوهات المياه ضعيفة برشا، وهكا علاش وخرنا شوية. مع اقتراب فصل الصيف وموسم الحرارة عادة تثار إشكالية الماء الصالح للشرب عدد من مناطق الجنوب التونسي، إشكالية تنتظر الحلول الجذرية لرفع المعاناة عن المواطن. الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب في ذروة الاستهلاك بالإضافة إلى ضعف الربط بشبكة توزيع المياه في بعض المناطق إشكالية تم طرحها في يوم إعلامي بمقر ولاية مدنين. موجود عدة مشاكل، هي بالخصوص نقص الضغط في الفترة الذروة في الفترة الصيفية يعني، وارتفاع الملوحة كذلك يعني، أحيانا يجي متوسط شوية ساعات يجي ملوحة مرتفعة يعني، وثم مشاكل في الربط. الآن هي انقطاعات متوالية ومتتالية. الوقت تولي الشركة الوطنية لعمر 60 عام والفرص باش تحسن خدماتها تولي تعطي للمواطن ماء غير صحي، هذا راه خطر على المواطن وخط أحمر ما نسمعوش به كمنظمة. ولأن هذه الإشكاليات تتعمق خاصة في فترة الصيف، برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه جملة من المشاريع للنهوض بالقطاع باش نعززوا من الموارد المائية لمجابهة الطلب في السنوات القادمة، وكذلك تحسين مردودية الشبكات. هذا مشروع بتاع تزويد عائلات تقريبا حوالي 50 عائلة في عقدة عمر، وقع انجاز المشروع هذا تقريبا منذ 3 أشهر، لكن صار فيه شوية تعطيل من المقاولات، وحاليا خلال شهر ماي هذا رجع المقاول باش يتم الانجاز المشروع هذا. هذا ويتم توزيع المياه بكامل ولاية مدنين على 140 ألف مشترك، أي بنسبة عامة للتزود تقدر ب 97%. قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتركيز وحدة لقيس تلوث الهواء بقفصة. هذه الوحدة دخلت حيز الاستغلال لتتمكن من قيس مستوى تلوث الهواء الذي تعاني منه خاصة مدينة المضيلة نتيجة الانبعاثات الغازية. وحدة لقيس تلوث الهواء بالغازات الكيميائية والفيزيائية دخلت حيز الاستغلال بكلية العلوم بقفصة لتتمكن الوكالة الوطنية لحماية المحيط من إعداد قاعدة بيانات يمكن استغلالها في الغرض. المحطة هذه باش تمكننا من متابعة نوعية الهواء. معناتها متابعة نوعية الهواء معناتها قياسات أهم الملوثات من أكاسيد الكبريت، ثم الأوزون تروبوسفيريك ما يعبر عن الأوزون تروبوسفيريك، ثم الغبار. هذه الوحدة التي يبلغ مدى تدخلها قرابة 20 كيلومترا ستمكن من رصد نسب التلوث بالنقاط السوداء خاصة على مستوى مدينة المضيلة والمجمع الكيميائي. بالنسبة للمحطة القارة هذه بها عديد الوحدة الآلات قيس الملوثات الهوائية من أهم مصادر التلوث. نبدأ بالغبار، هنا هي الغبار المتأتي عن المناجم، الغبار معناها من المحيط المتواجد بمدينة قفصة، ويقع خزن المعطيات لهنا. المحطة تعمل 24 ساعة على 24 ساعة. ماذا بنا يتم تركيز خاصة في المضيلة وحدة قيس تلوث قارة كما هذه تعطينا معناها المعطيات الإحصائية الدقيقة اللي نجم المجتمع المدني ونجم معناها المواطن العادي يتابع الإحصائيات هذه ويكون معناها خير ورقيب لمدى التلوث في المنطقة. وحدة نموذجية لقيس معدلات التلوث حظيت بها ولاية قفصة في انتظار تثمين ما ستفرزه من معطيات في الحد من هذه الظاهرة خاصة بمنطقة الحوض المنجمية.
من قفصة إلى قابس لا يتغير المشهد ويتكرر نفس الإشكال، إشكال التلوث الذي تعاني منه عديد المناطق بالولاية وينتظر حلولا جذرية. يشكو سكان عدد من أحياء قابس الجنوبية من تكدس الفضلات المنزلية. العديد من السكان تذمروا من تردي الوضع البيئي بأحيائهم وطالبوا بلدية قابس بتدخل عاجل يضع حدا لمعاناتهم. اللي يجي صب من الجماعة كل، يجي من حي الأمل الفوق، واللي يجي لهني واللي يجي لمنا، ناس كل صب هي مقلقنا ياسر، تسخن الدنيا تو، تسخن الدنيا تو هيك روايح تقتلنا اصلا. وكل يوم تزيد زبله جديده، نهار ديشي نتاع نخل، نهار كل مره يزيدوك حاجه جديده، وقتاش باش تنظافها؟ وقتاش وجه البلاد هذا؟ بعد كذا يوم يجي يهزه، جبلت ولا ما يجي يهزه، والله العظيم مرضنا. من ريحه الحشاك نتاع خاصه نتاع الدجاج هذاك، نتاع الدجاج يلوحوا فيه هني، مرضنا منه. مصلحة النظافة ببلدية قابس أقرت بوجود هذا الإشكال وبينت أنه سيعالج قريبا. خواص ما نعطيناهم صفقة الخواص مدة سنتين التالي، الصفقة لقيناها غير مجدية، معناها الكمية المرفوعة موجودة من الفضلات، أما المسالك ماهيش نظيفة. معناها حاولنا قدر الإمكان أننا نقوم بإعداد صفقة جديدة، قاعدين نسعوا بحول الله في أقرب الأجال باش يجي المقاول الثاني ويقوم بالعمل نتاع الفترة اللي بقت اللي صارت فيها البرتورباسيون هذه ترى، معناها كانت كريتيك شويه، كانت ما نعرفوا اللي امكانيات البلديه ما تنجمش تغطي المساحه كامله نتاع بلديه قابس. شساعه بلديه قابس ومحدوديه امكانياتها الماديه اثرت على خدماتها، ومن بينها النظافه والحاجه متاكده حسب البعض لتقسيم هذه البلديه. استعدادا لموسم الاصطياف انطلقت بسواحل معتمدية جاجيس الحمله السنويه لتنظيف الشواطئ، وتمتد هذه الحمله الى اواخر الموسم. من على سواحل معتمدية جرجيس انطلقت الحملة السنوية لتنظيف الشواطئ وغربلة ريمالية التي تراكمت عليها مخلفات الأعشاب البحرية والفضلات المنزلية وغيرها من النفايات. الأعمال هذه القاعدة قائمة عاونونا ياسر ويعطوا سمعة كبيرة لتونس. تو ثم شكون يكلموا فيها لهم في فرنسا ويقولوا هاو مباشرة على التابلات يورفون كيفاش اللاهين بالشاطئ وكيفاش الخدامة والناس كل لاهين والحمد لله. إنه شاطئ جميل وبحر ممتاز والشمس رائعة، نحن نستمتع جيدا بسحر الطبيعة هنا. هذه الحملة التي تستهدف الشواطئ العمومية والمستغلة من قبل الوحدات السياحية تمتد إلى سواحل جزيرة تجربة وتتواصل إلى نهاية موسم الاصطياف. استعداد للموسم الاصطياف وتحضيرا زاد كيف باش نعاونوا تدعيم العمل البلدي في نظافة الشواطئ باش السائح التونسي ولا الأجنبي يلقى شط كما تشوف فيه شط نظيف. التدخل نتاعنا يتمثل في الغرب للآلية بواسطة الآليات كتشوفها الآليات في إطار صفقة إطارية بدأت من سنة 2014 إلى موفى سنة 2016، والعام جاي كيف زاد باش نعمل صفقة إن شاء الله أخرى. ومع ذلك يبقى وعي المصطافين والقاطنين قرب الشواطئ محوريا في المحافظة على نظافة هذه الفضاءات العمومية وسلامتها الصحية والبيئية. في الربورتاج الموالي نلتقي شابا قد يلخص وضعه الاجتماعي مأساة عدد كبير من أمثاله. هو شاب رغم تحصله على أعلى الشهادات العلمية ودراسته وبحوثه بالمرحلة الثالثة التجأ إلى العمل أجيرا بمحل لبيع الخضار هربا من البطالة. بين دفعه لعربة الخضري وترصيفه للغلال وبيع وشراء يمضي عمر يومه كمساعد لأحد الباعة بالسوق المركزية بالمنستير. لم يشفع له تكوينه الأكاديمي بإيجاد عمل يتناسب مع مؤهلاته. على كثر ما عديت المناظرات نسيت قداش عديت من المناظر، مش باش تلقى حتى حد في الدنيا هذه، فهمت؟ كان ذراعك نخدمه من السبعة نروح السبعة، نفيق الظلام نروح الظلام، لازم يكون ديما متفائل. طول انتظاره لشغل يعادل شهادته العلمية دفعه للبحث عن عمل يضمن له قوت يومه. حاجة باهية، حاجة تفرح، ما لازم عبرة للشباب اللي قاعد في القهاوي وما يحبش يخدم. الضيم باش حس به كل متحصل على الشهادة وقاري 24 عام تقريب نصف قرن من الزمن، نصف قرن هو يقرأ ويعدي بعدها تقريب 6 سنين بطال. بعيدا عن ضجيج الباعة والحرفاء يقضي عمر أوقات فراغه في مواصلة أبحاثه. عملت المرحلة الثالثة في علم الوراثة والتنوع البيولوجي، تخرجت عام 2007. بعد عملت التاج متاعي في نفس السي جي في المدرسة العليا البصرة بشط مريم، قبلوا البروجي متاعي يعني.
باش عملنا كوبيراسيون مع لي ار دي مونبلي مع لينيتي اسباس. هوايتي هي اني بعد من عدي 12 ساعه في الخدمه من السبعة للسبعة في المرشي، هاك الوقت اللي نروح فيه بعد الواحد ما يتغسل ويتعشى كل شيء، معناتها نجبد كراسة ونعمل البحث نتاعي. هذا طموح نتاع التوانسة الكل، معناتها أنه يعرس يعمل دار يعيش مستقر يعيش حياة كريمة. شكون باش يتحاسب على ضياع السنوات؟ أني آخر شهادة خذيتها عام 2007، من 2007 إلى 2016 ثم 9 سنين، شكون باش يتحاسب على ضياع السنوات هكية؟ مستقبل لم تتضح معالمه بعد وأمل يحدوه في غد أفضل يواصل عمر عمله، مصدر رزق يقيه غائلة البطالة والعوزي. استعدادا لتظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية، تتواصل التحضيرات بالمدينة من خلال تهيئة عدة مناطق لاستقبال الزوار، استعدادات تحدى من خلالها القائمون بها كل الصعوبات للترويج للمنطقة سياحيا. اللوزة وبشكا ويونجا والملاحة والمدينة العتيقة إضافة إلى قرقنة وجزر الكنايس، تسعى مندوبية السياحة أن تكون جاهزة للزيارات الداخلية والخارجية مع انطلاق تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية. فهيأت هذه الورشة مش تكون جاهزة قبل انطلاق صفاقس عاصمة الثقافة العربية بإذن الله، مع بالشراكة مع مختلف المدخلين كما قلت، بلديات ومعتمديات والمهنيين والجامعة الجهوية لوكالة أسفار والجامعة الجهوية للنزل، تعهدوا بالترويج. نبدأ بالوسائل البسيطة بالموانع الصغيرة ويتطور ويتفاعل في أسرع وقت النجم نطبقوه. رغم المشاكل اللي موجودة؟ رغم المشاكل لازمنا نتحدىوا المشاكل. المشاكل هذه ما لازمهاش هي تكون لنا عائق، هذه تكون لنا نقطة نتعديوها باش نجموا نواصلوا. مواقع تنتظر فقط بعض التفاصيل الصغيرة لتزيد في حظوظ صفاقس كوجهة سياحية مختلفة. أغلب هذه المسالك لا عيب فيها سوى أنها لم تتعود على استقبال الزوار. توا حاليا الناس كل الجهود قاعدة متكاتفها باش للعمل على توظيف هذه الإمكانيات وهذا المخزون. معناتها ثم مخزون طبيعي وكما نقولوها معطيات طبيعية ومخزون نتاع ثقافة وتراث. عندنا جميع الظروف الملائمة من معالم في حالة جيدة يمكن تهذيب لها مسلك يكون نموذجي، مسلك نموذجي بخصائص عالمية. مشاريع ستنجز خلال سنة 2016 في نطاق معناها استراتيجية كاملة للنهوض بقطاع السياحة في مدينة صفاقس. تم إنجاز عديد الدراسات وهي مشاريع شبه جاهزة. بالحد الأدنى من التكاليف والحد الأقصى من الإرادة، بدأت لجان مشكلة من الإدارات والمجتمع المدني ترسم ملامح خريطة سياحية تثمن الموجود في عمق اندماجه في الحياة اليومية والاقتصادية، وتلك إحدى خصوصيات المواقع السياحية في صفاقس. هذا وأصدر البريد التونسي اليوم 3 طوابع بريدية بمناسبة اختيار صفاقس عاصمة للثقافة العربية، وذلك مساهمة منه في التعريف بهذا الحدث الهام على المستويين الوطني والدولي. وأوضحت الإدارة العامة البريد التونسي في بلاغها اليوم أن الطابع البريدي الأول يجسم شعار تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية، ويبرز الطابع الثاني المدينة العتيقة كأحد المشاريع الكبرى لهذه التظاهرة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، وهذا التذكير بأهم عناوينها. مع اقتراب شهر رمضان وفرة في الإنتاج ومخاوف من الاحتكار والتلاعب بالأسعار. في قفصة وحدة لقيس التلوث الهوائي بالغازات الكيميائية لرصد النقاط السوداء والتقليص من خطورتها. صفاقس تستعد لرسم خريطة سياحية تثمن المدينة لاحتضان تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية. نشكر حسن متابعتكم، في أمان الله وإلى اللقاء.